الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول السفاريني رحمه الله تعالى: محمد بن أحمد أبو العون في مقدمة المنظومة السفارينية يقول رحمه الله بعد بيان موضوع هذه القصيدة وهذا النظم، قال: فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. ثم قال: وصار الآن بعد أن بين موضوع النظم وأنه في علم التوحيد وما يتصل به، قال: وصار من عادة أهل العلم، أي من طريقتهم ومسلكهم، أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، أي في بحثه وتناوله وتحقيق مسائله بالنظم. قال: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. فمن هنا، أي لأجل هذا، لكونه يحقق المصالح المتقدمة وهو من عادة أهل العلم، فمن هنا نظمت لي عقيدة، أي هذه المنظومة التي بين أيدينا أرجوزة. هذا بيان البحر الذي نظم عليه هذا النظم، فهو من الرجز، وهو من أسهل وأيسر بحور الشعر، و يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، ولذلك يستعمل كثيرا، بل قيل إنه لا يدخل في الشعر، فمن قاله ليس بشاعر، فقد يقوله من يحسن صف الكلام لكنه لا يصنف بأنه شاعر، لكونه من أيسر البحور نظما، ويتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره من البحور. وقول وجيزة، أي مختصرة لا بسط فيها ولا تفصيل، من جهة، ومن جهة أخرى أنها اشتملت على مهمات مسائل الاعتقاد فلم تأتي على كل المسائل، فوجزتها في ألفاظها وفي مسائلها. وقوله مفيدة، أي ذات فائدة، وهذا من تزكية المصنف رحمه الله لهذه المنظومة، وتزكية صاحب الصنعة صنعته سائغ إذا كان ذلك يدعو ويرغب في الإقبال عليها والإفادة منها، وكان ذلك الوصف مطابقا للواقع. يعني لا بد في مدح الإنسان عمله أن يكون لمصلحة وأن يكون صادقا فيما ذكر. ومنه قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وليس هذا من التزكية المذمومة لدعاء الحاجة إليه أو لتحقق المصلحة به، وقد درج عليه أهل العلم رحمهم الله ولم يعدوا ذلك من التزكية المذمومة. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو أعلم أحدا يعلم في آية من كتاب الله ما لا أعلم تصله الإبل لجئته. وهذا يشير أنه رضي الله تعالى عنه قد حوى من العلم في كلام الله عز وجل ما أغناه عن الرحيل إلى غيره طلبا لبيانه أو لإيضاحه. قال: نظمتها، هذا بيان للذي سلكه المصنف رحمه الله في منظومته، فهو يشبه
بيان منهجه، بيان خطته التي سار عليها، وهو ما يعرف في الدراسات المعاصرة خطة البحث. قال: نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، فاجتمع مضمون ومحتوى هذه العقيدة في 8 أجزاء، مقدمة وخاتمة وست أبواب. قال رحمه الله: وسمتها أي علمتها، بأن جعلت اسمها الدرة المضيئة، وسمتها بالدرة المضيئة. والدرة هي النفيس من اللآلئ التي تحصل من البحور. وقوله رحمه الله الدرة المضيئة بيان أنها امتازت بالإضاءة والوضوح، وذلك أن الدر على ألوان وأشكال، فمنه ما يأتي مضيئا، ومنه ما يأتي مظلما، ومنه ما يأتي كاسفا، ومنه ما يأتي على صورة لا إشعاع فيها، لكنه انتقى أطيب الدر وهو ما كان مضيئا. قال رحمه الله: في عقد أهل الفرقة المرضية. هذا تتميم للاسم، فالاسم الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية. وأهل الفرقة المرضية هم أهل السنة والجماعة، وسماهم فرقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي إلا واحدة من تلك الفرق، كما في حديث معاوية وغيره. فقوله في عقدي أي في اعتقادي، والعقد هو ما طوى عليه القلب مما يتعلق بأصول الإيمان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. وسمها مرضية لأنه قد رضي الله تعالى عنها ورضي عنها رسوله. أما رضا الله تعالى عنها فهو لأنه قد رضي ما اعتقدته، فقد اعتقدت ما رضيه الله تعالى من الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالفرقة المرضية هي فرقة أهل الإسلام الصحيح السالم من الشوب الخالص من الانحراف والزيغ والضلال، ورضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إلا واحدة، فسلمها من النار، وإنما سلمت من النار لسلامتها من الانحراف والزيغ والضلال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، كما في حديث أنس، وإن كان في إسناده مقال لكنه يصدقه ما جاء من النصوص في بيان الطائفة المنصورة. وقوله رحمه الله: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي إلى آخره، هو بيان أن هذه العقيدة جرى فيها على اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله، وإنما ذكر الإمام أحمد ولم يذكر أبو بكر وعمر والصحابة. أن الإمام أحمد رحمه الله جاء في وقت ظهرت فيه الفرق المنحرفة عن طريق أهل السنة،
ظهورا جليا فلم يسبق لأمة الإسلام أن جرى عليها من الفتنة والبلاء في مسائل الاعتقاد كما جرى في زمن الإمام أحمد رحمه الله. وقد ثبت الله تعالى الإمام أحمد بما فتح الله عليه من لزوم طريق أهل السنة والجماعة والثبات على ما كان عليه سلف الأمة، فلهذا كان رحمه الله شامة في معرفة الاعتقاد الصحيح، وكان من بعده ينسب إليه في سلامة الاعتقاد وصحته. ولهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله عندما ترك ما ترك، مع أنه لم يكن حنبليا في الفروع، لكنه عندما ترك ما كان عليه من الانحراف في الاعتقاد بالسير على طريق ابن كلاب رجع عنه إلى عقد الإمام أحمد، وقال أنا على ما عليه الإمام أحمد أبو عبد الله، ووصف بأنه إمام أهل السنة، وذا عصيته حتى ارتضاه جميع فرق الأمة ومذاهبها المختلفة. هذا وجه ذكر الإمام أحمد والانتساب إليه في مسائل الاعتقاد، على أنه ينبغي أن يعلم أن مسائل الاعتقاد ليس فيها مذاهب لأفراد، بل هي طريق جامع يجمع أهل السنة والجماعة على اختلاف مذاهبهم الفقهية، بخلاف المذاهب الفقهية فإنها تتنوع وتختلف، لكن فيما يتعلق بالاعتقاد الجميع يأرز إلى كتاب أو سنة أو ما كان عليه سلف الأمة. ولهذا ليس ثمة اعتقاد شافعي، اعتقاد مالكي، اعتقاد حنفي، اعتقاد حنبلي، إنما الجميع يصدر عن شيء واحد، وإنما ينتسب إلى الإمام أحمد لكونه رحمه الله رد الله تعالى به البدعة وأظهر به السنة في زمن فتن الناس فيه على عقيدة السلف وحملوا على عقيدة الضلال والانحراف، فثبته الله تعالى، فكان ثباته ثباتا للحق وظهورا له، ولذلك ارتضاه علماء عصره وذكروه بالجميل، وكذا من جاء بعدهم من علماء الأمة. قال رحمه الله: على اعتقاد ذي السداد أي الصواب، فالسداد إصابة الحق، الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، إمام أهل الحق أي إمام أهل السنة والجماعة، وإمامته تقدم بيان وجهها وسببها، وقوله ذي القدر العلي أي صاحب المقام العلي الرفيع، حيث إنه رحمه الله ذكره كل من عاصره وعرف مقامه في نصرة الحق بالجميل، فلهجة الألسن بذكره ومحبته والثناء عليه وشكر صنيعه رحمه الله في إظهار الحق والثبات عليه. قول حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجا ما حد دج الشيباني، حبر الملا أي عالم الملا، والملا هم الخلق الكثير، وفرد العلا أي المتفرد في الارتفاع والسمو، الرباني الذي ربى الناس بصغار العلم قبل كباره، وقيل الرباني الذي خلص في عمله وفي سعيه، رب الحجة أي صاحب العقل والفهم
وحسن النظر، محد جاء أي مزيل الظلام، الشيباني نسبه رحمه الله، فإنه إمام أهل الأثر أي إمام من استمسك بالأثر، وهو ما جاء عن الله وعن رسوله وعن سلف الأمة الصالح. فالأثر يطلق على الخبر المنقول في الجملة والمأثور في الجملة، وهذا معناه العام، أما معناه الخاص فالأثر يطلق على المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من سلف الأمة. والمقصود هنا المعنى العام ليشمل كل ما جاء به دليل من كتاب أو سنة أو جرى عليه سلف الأمة، فإنه إمام أهل الأثر أي الذين يقدمون الآثار في الاعتقاد، خلافا لمن يجعلون الاعتقاد صادرا عن الأفكار والعقول التي لا تدرك الغيبيات ولا تعرفها، ولو أدركتها لأدركتها إجمالا دون تفصيل دون التفصيل. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك بالإيضاح الجلي، أن مسائل الاعتقاد مرجعها الآثار والمنقول عن المختار صلوات الله وسلامه عليه وما كان عليه سلف الأمة الأخيار. فمن نحى منحاه أي من سار في طريقه وجرى في سبيله فهو الأثري أي السائر على طريق الأثر، السائر على طريق السلف. هكذا بين المصنف رحمه الله على ما بنى عقيدته. وهذه الأوصاف ذكر بعض أهل العلم إنها على وجه التقييد وليست على وجه الإطلاق، فقوله رحمه الله إمام أهل الحق ذي القدر العلي كل ذلك مقيد، حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى ما حدج الشيباني، كل هذا مقيد بقيود، إما بأهل زمانه أو بالعلماء بعده أو ما أشبه ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المصنف رحمه الله قد أكثر في المدح وزاد بما ينبغي الاقتصار عنه، فهذا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، عندما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأطولنا طولا وأفضلنا فضلا، قال قولوا ببعض قولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان أي لا يستركضنكم الشيطان فيجعلكم تقعون في المدح الذي هو نوع من الإسراف والخروج عن الحق. قوله رحمه الله سقى ضريحا حله صوب الرضا، أي سقى الله ضريحا وهو القبر الذي حله رحمه الله صوب الرضا، أي مطر الرضا، فالصوب هنا المقصود به ما ينزل من الصيب، والعفو والغفران ما نجم أضاء، أي على تعاقب الزمان، فدعا له بنزول المغفرة بنزول الرضا والعفو والغفران على تتابع الزمان وكر الليالي والأيام. والرضا على المنازل، فمن رضي الله عنه أدرك كل بر وسعادة. وقوله والعفو التجاوز والصفح، والغفران الستر وعدم الإظهار. قال وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان على الجنة، أي وأنزله
وسائر الأئمة أي وبقية أئمة الإسلام الذين لهم جميل الذكر وطيب الصنع منازل الرضوان أي الفردوس وأعلى النعيم الذي أعده لأوليائه منازل الرضوان أي الأماكن التي يحل فيها رضوان الله أعلى الجنة وهي الفردوس نسأل الله أن نكون من أهلها. هذا ما ذكر المصنف في المقدمة ثم بعد ذلك شرع في بيان مسائل الاعتقاد في أبواب ستة ثم خاتمة. هذه هي المقدمة ثم يأتي الباب الأول بعد ذلك في ترجيح مذهب السلف على غيره وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.